أدرية عندها عادات متمسكة بيها وبتحبها جدا، ولما حست إنها محسودة ده كان رد فعلها. يا أختي خرامي يا كناريتك والبت مناخولي هيدي وامه هيدي عشان طلعت في التلفزيون بقت زيها نجمة. منين محمد شريف هو ابن اختي بس بيحسدني، بيجي البيت وبيبص على حاجتي وبيحسد امه. امه بصالي بصالي اللي لسه جايه لنا جديد اسمك ايه؟ مضروبه. اسمك ايه؟ فرح. المضروبه اللي ودي هتحسدك ليه ان شاء الله؟ معلش لسه جايه جديده. على اساس ايه تحسدك؟ معلش لانها من سنك. شعري احلى من سنك. لا امها طلقها علينا. وايده ايوه من عين الجمهور. لا عندي ايده عشان بيسقف. مين هيسقف لك بقى لما تخرمي ايده الجمهور ده؟ يا رجال عايز لا ايده لما تبقى مخرومه يبقى بزياده. وكارته ونادر وعم كله مش على الكراوات التانيه والقنوات النجاوره. عايزين نولع في ام العروسه. عايزين نولع. زرقة من كل عين زرقة ومن كل عين شافتك ولا صلتش على النبي يا بدرية يا بنت السيدة. وكل من جل استوديو وحط رجله فيه يا أم لسه جديد ومن عين كله إلا الجمهور اللي بيحبني.